علت بها البلاد مع الخلود سر تضل دائما مدى الزمن إلى العلا سير إلى الخلود أبطالنا الذي طحوا نفوسهم لأجل أن تقوم سومالان بذكرهم نحييك فسير إلى الخلود من حمى ديارنا جيشنا البواصل بثقة لهم كذا شجاعة وبثباتهم نحييك العلم وحدة أخوة في المروة برسامي نحييك يا علم عال دوما أباد مع العلا إلى الأباد سوماليلان مع العلا إلى الأباد سوماليلان. هذا سماع وهذا سماع حق المعهد الحرفي للفتيات بمجمع الفتيات. هذا انتاج ان شاء الله جيد لقوانا في سومالي لاند. مهندس موجود مهندس أمين هذا متخصص في أعمال الخياطة موجود معنا وفي معنا 18 فتاة منهم 13 فتاة يتيمة ودول بيتعلموا معنا حرف الحمد لله. تم إنتاج كل ما يخص الزي المدرسي الخاص بمجمع البنين تم إنتاجه عندنا هنا وهذه نماذج في الخلف. في عندنا أيضا في ايضا في بعض المنتجات الاخرى اللي هي يمكن ان هي تكون روافد لدعم الايتام. دوتي يعتبر الزي الخاص بالطباخين وده موجود عندنا موجود في المجمع. نعم وده الزي الخاص بالفتيات عندنا هنا بيتم صناعته موجود عندنا. وده للحرس الحرس اللي هو خاص بالمجمع نعم موجود.
طبعا الهدف من الورشة في عندنا هدفين أساسيين. أول حاجة تدريب البنات بحيث أن توجد حرفة للبنت أن هي ممكن تعمل في الخارج إن شاء الله بعد سنة كاملة. والهدف الثاني دعم الأيتام اللي موجودين عندنا، فهو رافد من روافد دعم الأيتام بحيث أن إن شاء الله في فترة قريبة جدا يتم الاعتماد الكلي من خلال الروافد من خلال صومالي لاند. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل. جزاكم الله خير. سيارة ونكسن بعد إلهي ما تنوغو تلقلي وهدلي دون أدو إلهي، لكن واحد لوغو تلقلي قيبت فرصانها قعنته والله باري موضو نصدي نوشي شرعيد مدير كمجامعة. هدف كوهو ري وحويان إنا صوصارنا أغانتو واحد حرينيين إيا أرضي كجرينا صوصارنا كالا صوصارينا دي العقبو هان لها إنا العايتي كفض يا أغانكا أو وحويان لوغو بيريو ميزانية ديسا سنتك لوغو بيريو هذا الشيء واتكو خلابات وحويان أغانتن كويناتي وحبرشادي إنا إيا كونا وحويان وحبرتان لبا سنة مركي دكتان أما صدح سنة هاي دكتان أما سنة هاي دكتان إنا الله سي واحد كوشاقيسين لهاين سوق كوغلي لهاين هدف كوغور لبدا هدف بها ماشا لغوطة لقل إن شاء الله تعالى أفر ما نغوطة لقل سنة كموحن بلاب إن هدو لهاي راهو قيبتي قرحين تأقل لذا أيام بلاب دون هدو لهاي راهو إمي كوار دركي لكن سنة كان إن شاء الله تازم كورتة لجن هدو لهاي راهو وان ما سنتي في نماذج بخرة موجودة في كتاب الله.
تم هنا والمكانات موجودة وكل شيء. بس ودي يعني نماذج من الطلاب، واحنا خرجنا دفعتين، الدفعة الأولى والدفعة الثانية من القسم المهني، وفي بعض الخريجين. زكريا، تعالى زكريا. زكريا كان من خريج الدفعة الأولى وتعين معنا، شغال معنا هنا الآن معلم. معنا معلم مساعد كان كاهي أرضي. أرضي سنة كيو رقم بحر مكان مركا معلم بالله قد جاي معلم نبي نقول كل سنة الحمد لله وكان خليل وحوي المعلم سكوت أضاف مركا أنا وعرضي دي معلم كيان وخلا دحيا يتنا ترجمة ما إنه هاي تقلب كيا مش ندي نقول شقين كريا يو أقانت الحرفة دينا وانا هيا مو حبا سو صار محكم ده وحيا ما سو صار من هردوي إنك الباب بدا سرعة ديكوريشن ده وحصل دم بون سو صار من يو حي كلا نلاك هنا inta badan ardaydu carabi ma soo qaadan say carabi uu soo qaado markuu isagu bartay oo carabigi bartay wuxuu ku guuleystay inuu turjumo wixii meesha jiro uu ku turjumo iyaga u dhaxeeyo waliba haw baro say u shaqeynayaan taasina waa fikrad labaad oo soo baxday wanaagsan weeyaan maqad fard kull talab lahu maqad khass bihi naam الجوده بتاعتها جوده عاليه فيها شاسع حديد وخشب طبيعي مش ام دي اف خشب طبيعي وقبوجيه مقدار كيسو سو شقينيان دم كسو شخريان سي قبوجي وقبوجينيان واتي يقول لي ما يد هرجيت كو قرنت هاي تلاقيت غريغا ليد كده ويا دحمرا سيده وشقيسو يا سيده وشدانتو si loo hagaajinayo cilad saaridda yaa dib xumaatay wixii cilada keenay iyo waxaa soo dhameeyay imika tallaagada leerkeeda ayaan wadnaa sadkooda aragtaan leerkaaga isku soo gelaya laambada gudaha marka saa loo qaado baalka uu shidmayo miftaaxii baa ku sii jira termosaadka isagoona markuu baraf badan dareemo ka jaraya kumarsoorka oo yarna nasinaya markuu kulaal yar dareemana kicinaya ku odhanaya shaqadii bilow qabowgii waa kaalka ka sii wad halka muraaxadiiba muraaxadii magamaana taman ka dhiganna muraaxadii muraaxaduna waxay qabataa kanoo kulayl keena oo markii kaas qabu keeno oo cuntada ka soo qaato kulaylkii dadana cuntada markii ka soo qaato kulayl ay qabu isku bedesho ay kulaylkii waagan ka saaraya kulaylkiina waxa qabajinaysa hawadan dabiiciga qaarna waxa qabajiya muraaxad sida taas kale saddex sano kii saddexaad aan goona imga ma imga ardayda ma ku cusba foonki weeyaan annaka ka caawinay waxa dhigana haa imga baran tawa qaybta leerka weeyaan ardayda waxa lagu baray ardayda waxa lagu baraa sanadka u horeeya sidii guriga gelintii xagga hoose lagu baraa sanadka u horeeya guriga gelintii toosilaadka oo dhan lagu baraa sanadka labaadna waxay qaataan level muxaarakaad wax la yiraahdo deynabooyinki single face ka three face ka ahaa sanadka saddexaadna oo imika joogno taxakumka ayay qaataan maanta waxaanu sameynaynaa maanta ku soo beegantay inaga sameynaynaa lawxad ka kooban tii layerkan weyn waday ahayd ee three face ka ahayd iyo tii single face ka ahayd labadii saacadoodba kadib annagoo u xidheeranayna sidii guryaha la rabay oo caadi ah waxaanu soo qaadnay qaab dan oo automatic ah
aanu ku sameyn doono sidaan ka wada dhigayna gabigooga anagu daloolina hawsha laakiin ma dhameystirin waxba waxay noqon doonaan kuwa automatic oo sidaa aan la isku geliyo ardaydu iyagu arkaya ay sameeyaan badal waa markii hore aan jiraynay oon sidaa u jiidjiidayno ardayda ay magaraasa dhibaatooyin kala kulmaysay laakiin wixii dhan ba automatic baan ka dhigaynaa casir bay ku socotaa iminka alxamdulilah tani waa tiimka three faceka ahayd ee guryaha meesha waaweyn ama maxadooyinka ama meelaha waaweyn laga shaqeeyo lagu rakibo tani waa tii xaafadda guriga caadiga ahayd bes waa tii single faceka ahayd marka ardaygu isagoo jooga wuxuu xidhiidhin karaa three faceka iyadoo ah oo tii weyneed ah wuxuu xidhiidhin karaa marka labaad single faceka wuxuu ogaan karaa dabkiisii intuu yahay imbiir ahaan intuu ku sheegayo voltage intuu ku sheegayo uu ogaan karaa wixii uu soo galay meesha wax dhibaata haddii ka yimaadii saacadahana u caddaynaya saddexda saacadood calaamaday u yaaliin taas haddaba shidanta wuxuu ogaanayaa in meesha dhibaato ay soo jirto uu ogaaday isla markaas si uu xallin karo tani marka waa caadi hadday shidanto iyadu waa saxda wadcigii saxda ahaa bay sheegaysaa ta hadday shidantana waa khatar weyaan meesha waa in kadaba si deg dega loo hagaajiyay ayuu sheegaysaa casaanka hadday shidanto okay ardayda way wada joogaan intaad doontaan su-aal wada weydiin kartaan raxmaan adigu magaca ku bilaabaya waxaa sharaxaad naga siisaa leerkan aad baranaysa iyo muddada baranaysa anoo magacayga ku bilaabaya magacaygu waa cabdiraxmaan shucaab ismaaciil laydhkan waxaan dhiganaynay muddo saddex sanaa ayaan dhiganaynay saddex sanaaan dhiganaynay alxamdulilah maanta waxaan maraynaa sanadkii u dambeeyey waa idinkaa arkaa intaas alaabahaas ayaan wax ku dhiganaa markaa markii meeshan aan imanaynay laydhka wax fikrada cidina may ka haysan balse laakiin maanta laydhka ama wax kastoo laydhka la shaqeeyo fikrad fiican ayaan ka haysanaa arday fara badan oo naga mid a markii ay baratay suuqa ayay geli kartaa marka ka shaqaystaan macalimiinta naga saaciday meelo badanna practical baan u tagnay halkana oon ku qaadanay dibaddana oon baxnaa practical oon kasoo samaynaa waa adigaa wada arkaya alaabtii marka hore ardayga waxaa la barayaa basiga layrhku qaabku xudilo iyo layrhkaa cabirkiisu intii inta fooltiyo inta ambiiriyo halkuu layrhkaas wax ka dili karo ayaa la barayaa bacdin marka intaa la bara haddana wixii waxaana lagu siiyaa si sawir baana lagu siiyaa sawirkaa qofku waxa shayga keliya wax lagu fahmaa waa sawirka sawirkaa qof markuu si fiican u arko kadibna hortiisa ayaa alaabtii la dhigaa si toosa u xidhxidhiidhi baa la dhaa si toosa ayuu xidhiidhiyaa si toosa markuu xidhiidhiyo uu indhihiisa ku arko wuu fadhiistaa arday kale loo dhaa ardayba marbuu xidhiidhiyaa samuuradana naloo dhigaa sawirkan samuuradda nalo dhigaa waxaa kaloo intaa noo dheer laydhka sida guryaha loo geliyo la baraa bilaawa horeeya ayaa nalagu baraa waxaa kaloo noo soo raaca sida loo hagaajiyo qasaaladaha deynabooyinka waxyaabaha suuqoo kale ayaan tagnaa meelaha wax ka xunyihiin oo dhan ayaanu soo samaynaa annagoo si friya ugu soo samaynaa oo practicalna kusoo qaadana ayaan suuqa kasoo samaynaa waxaa kaloo intaa noo sii raaca maadooyin ayaa noo raaco oo farsamo keliya haddii loo dhigo de waa shay iska qalalanoo in maadooyina loo raaciya ardayga noqonaysaa qasbiyan maadooyinkuna way noo raacaan waxaa naloo raaciya chemistry physics maadis maadooyinkii naga saacidilaa ayaa naloo raaciya waxyaabaha xisaabaadka la xidho dhan oo naloo raaciya aluminiumka kuwitiga qalabkan aan sameynayna waxaan sameynaynaa bahaladii waxaan sameynaynaa daaqadaha ay waxaan sameynaynaa daaqadaha ayaan sameynaynaa aluminiumkanahay marka hore ma taqaantay inaad qalabkan samayso marka hore ma taqaantay marka hore maymaan garanayn laakiin iminkaas halkan baan ku bartay waxyaala badan baan ka faaiday halkan iminka bishii labaad baan marayaa bishii labaad baan ku jiraa haa cilmigaad ka baratay ka hor faaidadiisa wallaahi aad iyo aad buu ina anfacayaa oo cilmi faa'iido badan aad iyo aad baan ugu faraxsanay haa ilaa iminkadan anoo laba bilood jooga waxaan kolsan inaan ku shaqaysan karayo tan sana u qabanaysaa waxaa la yidhahdaa aslaak baa la yidhahdaa siligay qabsanaysaa way xajinaysaa iminka waxaa la beeray waa bishii sideedaad iminka bishii sideed baa la ilaa bisha labiyo tobnaad bay socon doontaa haa waxay ka ilaalinaysaa dabayshii waxay ka ilaalinaysaa wixii cayayaan ahaa oo dhan bay ka ilaalinaysaa waxay dheeraynaysaa cumrigeegina tamaadka way dheeraynaysaa adina way soo qabanaysaa energy oo dhan bay usoo qabanaysaa waxa o dhan bay ka war joogsanaysaa marka waxay noqotay sideed bilood ama lix bilood inay shaqayso ugu yaraan oy marnahayd leanna kuwa kale dibadda ku yaala cadceeduna way dilaysaa cayayaankuna way udhijilicsan tahay hore u dhimanaysaa marka tan alxamdulilah waxay noqotay intaashi ugu horeeyay insha allah sanadka inay isbuuxisaa loo baahan yahay ayaan rajaynayna duu ilahay inshaa wa kullu lidacmi alyatim naam huwa mashaariic waqfiya naam tfadal
waxaan soo dhaweynaa maanta madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Master Cabdiraxmaan Seyliic iyo wafdiga la socda hadday noqoto taliyaasha ciidamada sharafta badan wasiirada iyo muxuu ahaa martida kale sharafta badan Master Seyliic soo dhawow gacmo furan waxaan soo dhaweynaa taliya fadal wasiirka waxbarashada oo kana mid ah waalidka meesha yo wasiir cadaan oo halka dambe isna taagan wasiir soo dhawow yaa inkastaana magacadiina wada saxayn waan soo dhaweynaa madaxweyne kuxigeenka waxaan ku qaadan halkan dhowr maado hadday noqoto maadooyinka sayniska socialka iyo kombyuutarka madaxweyne soo dhow marlaba halas بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد مركواد وأنا سلامي يا مضحى شرفت له نسو زيارتي سكول كينا حلينا قعمو فرانكو سودا وهذا مجمع الكويت الخير التعليمي هرقيسة أنا هو مقع عادل إبراهيم محمد كترسان أردي ركتاين فوم 2 فوم 2 بي فوم 2 إذا حلينا كو سودا وهذا مرلواد يمرس دحاد وما سنتين والله أدب بقى أفرح سنة أحبر شلون قيمة له إيو هاي جذو سريو حنكون حن رجينا إن نخون دانو نكوس إن نخون دانو سومنا نكوس سر إن شاء الله تعالى لين دكم حكم إذا ما دوين حكم إذا كمبيوتر كي ساينس كي and math كي biology كي يو جغرافي كي history كي يو ما دوين فرق بدن سكول كان واي سكول تيله يقيمة له معلمين تيله يأردين ونكسن يو معمولا في عن سكول سكول كان أدي أذا وجعله السلام soo dhaweyno maanta wafdigan aad ka qiimaha ayaa qayaale oo hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan Seyliic halkan taagan tahay waxa weeyaan oo iskuulka Ideal Secondary School ama Kuwait qaybtana soo gashay waxa weeyaan waa laabkii marka laabkan ardayda waxaan ku tusnaa inay muuqata waxyaabaha practical-ka ardaydu ay sameynayaan ama biology ha noqoto ama chemistry ha ama physics marka uu noo kala saaran yahay qaybtina waxa weeyaan waa chemistry waa biology laabkii weeyaan chemistry laabkii waa isna jira physics laabkii waa isna jira oo gooniya waa meeshii ugu horeysay wadanka iskuul laga helo saddexda lab iskuulada leh ayaa weeyaan alxamdulillaah hal sidaan iga muuqata halka muraayad weyn baa noogu dhigsan marka ardayda waxaan ku daawasiinaa wax kolba oo wixii casharada ay dhigeen la tacaluqa ayaanu ku tusnaa qolka yar ee shisheysagana waxa noogu jira qalabkii chemical iska odhan wixii la xiriira chemistry-ga ha historki weyn xaggan kale isna waxa yaala wixii biology-ga modeladii odhan iska la talkii wixii odhan waxaan tusinayaa iyaguna noogu jira waxa intaa noo dheer annaga laftigeega ayaa macallimiin ahaan iyo arday ahaan waxaanu samaynaa modelis cusub baan samaynaa intii dalka dibadiisna loogu keeni lahaa annagaas ku daynayna wax badan samayno runtii haddaad imika soo dhaafteen xagga gudaha ku jiraan wax badan oo annagu samayna oon ikhtiraacnay baa jira oo aanu kaga maarmaynay wixii dalka dibadiisa alxamdulillah nooga imanayay halkana periodic table-kii iyo sawiradii iyo activity-yadii aanu qabannay baa kaaga muuqda oo ardaydii iyo macallimiintii hawsha samaynaya marka wafdi aad baan soo dhaweynaa waana kuu soo dhaweynaa madaxweyne iskuulka kusoo dhawey الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. نحن في هذا اليوم في غاية السعادة لتشريف مجمع الكويت الخير التعليمي بزيارة معالي نائب رئيس الجمهورية والسادة الوزراء جميعا، فنقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مكانكم وفي هذا الصرح العظيم الذي نفتخر به جميعا. هذا المجمع يحوي أربع أبنية تعليمية، مكان خاص لتدريس الفتيات، وهناك المعهد الحرفي الخاص بالفتيات، وأيضا المدرسة الثانوية التي نحن فيها الآن،
والمدرسة الأساسية والمدرسة الصناعية. عدد الطلاب عندنا بفضل الله 850 طالب، منهم 450 يتيم، والباقي قبول خاص، والقبول الخاص هذا من أجل دعم الأيتام. وأيضا هناك بعض المشاريع التي تدعم نفس المشروع وهو كفالة اليتيم، فعندنا على سبيل المثال المزرعة الوقفية والمدرسة الصناعية والمخبز، كل هذا يدعم اليتيم، بالإضافة إلى المستشفى الدولي بهرجيسة. ويشرفنا في هذا اليوم أيضا وجود الدكتور عبد العليم وهو مدير المستشفى الدولي بهرجيسة، والتي أقيمت خصيصا لدعم وكفالة اليتيم. أنا الآن أعطي الفرصة لوكيل المدرسة الأخ الأستاذ عبد القادر يعطيكم فكرة عن المدرسة وعن العمل أو اليومي للطلاب في داخل المدرسة، فليتفضل مشكورا. آدي آدي أن أقف فرح سنة عيرونتي وقشدين قالقة لمانتين سودة وادة، وأن أقف فرح سنة عيرونتي إن النصاب وقتان. شكرا لك. Thank you very much. Runtii siyaad ka warqabtaan dhamaan iskuulka waxa weeyaan wuxuu runtii isku dayaa amaba ay tahay inuu caruurta Soomaaliland waxbaro. Waan aragteen runtii dhamaan inay u dhanyihiin tasiilaadkii iskuulka loogu talagalay, sidaasi la midna macallimiin qualified ah oo runtii ku yimi imtixaano iyo qualification ay haystaan ayaa runtii lagu shaqaaleeyay oo si imtixaanka fair oo neutral ah ayuu dhacay. Taa markaynu ka imaano runtii iskuulka waxa weeyaan wuxuu leeyahay secondary iyo primary. Iminka qaybtan aan joogtaan waa primary school, waa secondary school. Wuxuu ka bilaabanayaa galaaska todobaad ilaa iyo galaaska form 3. Waxaan halkan jooga iminka oo xaadir ku ah maanta iyo wixii ka horreeyba 207 arday oo runtii from 7 to form 3 ah. Aad iyo aad ayay runtii u haysteen tasiilaad fara badan oo dhammaan wixii loo baahnaa ee iskuul looga baahnaa, hadday noqon lahayd library-gii, laababkii kala duwanaa, kombiyuutaradii, buugtii, iyo macallimiintii barfargaray lahayd oo dhigi lahayd runtii, oo equivalent ku ah u qalma muddo badanna runtii wax soo dhigayay iskuulka. Siyaabaha macallimiinta ku selecti garay waxaa ka mid ah kasoo qualification-ka experience-ga macallinka uu leeyahay, oo runtii ah mid aynu hubno inuu kaga soo bixi doono waajibaadka macallinimo iyo mas-uuliyadda saaran ee ah waalidnimada iyo macallimada labadaba. Runtii sida arkaysaan iskuulka ardayda joogtaayi waxay dhigtaan buug Somaliland ah 7 ilaa iyo form 3. Sidaasoo kale sanadkan waxaan ugu talagalnay inaan ku soo biirino curriculum ah English curriculum oo halkan lagu tababaray macallimiin 20 macallin ah oo wareeg bishii hore ay wasiir nagala soo qayb galeen, oo runtii halkan aniguba aan ka mid ah anigoo maamul ah haddana dadka ka qalin jibiyey oo macallimiin British halkan ay nagu tababareen oo ay noo tababareen kasoo macallimadii yacni sidii aan buugta ayada ah Ingiliishka aynu runtii ardayda u dhigi lahayn aan u sii ayaga qudhooda ugu dhaadhicin lahayn. Alxamdulillah imtixaan adag bay naga qaadeen. Imtixaanada waxaa ku jira hataa thesis-ka iyo buugtii la qorayay. Dhammaan macallimiinta grade wanaagsan ayay ku baaseen, shahaadooyinna waynu qaadanay, qaar kalena waynu sugeynaa. Intaa macnaheeda wuxuu yahay in macallinka tababarkii uu hore u haystay loogu biiriyo curriculum-ka Ingiliishka iyo system-ka uu ku baxayo iyo siduu u baxayo dhammaan. Marka iskuulku waa iskuul noocaas ah, waa iskuul aynu filayno insha Allah inuu soo saaro arday wanaagsan, mustaqbal wanaagsan noqota insha Allah madaxdii Barito iyo mustaqbalkii maanta. هو أحد المشاريع الاستثمارية التي تتبع لجنة إفريقيا للصرف على الأيتام الموجودين في المجمع الخيري الذي زرناه الآن. نحن في انتظاركم إن شاء الله أن تأتوا إلينا في المستشفى الدولي
وألخص أن المستشفى الدولي كمشروع يتلخص أهدافه إلى ثلاث أهداف. The aim of the international hospital can be summarized in three points. The first point, provide medical service for all Somaliland people to avoid or at least decrease the need of traveling abroad. The next one is providing training and skill transfer to doctors, nursing, technicians, and all paramedical personnel. In addition, the third one, which is more important for us in the hospital, is providing medical service for very poor patients. Alhamdulillah, during 2 years, we finished 15 conveys. 15 conveys in all areas around the Somaliland areas. In Adadli, in Salahli, in Bilgubedli, in Abdal, in Boroma, in Gebeli, in Ugali, in Degali, in all areas around the Somaliland. And we're putting a plan, complete plan, in the next year, bi-iznillah, to cover all areas in Somaliland people, to provide medical service for very poor patients. During each convey, we're doing medical examination for at least 700 patients and providing medical treatment in addition to selecting people for surgery. أتمنى أن تزورونا في المستشفى الدولي بإذن الله وهو أحد المشاريع التي تتبع لجنة إفريقيا ومرحبا بكم مرة ثانية في المجمع وننتظركم أن نرحب بكم إن شاء الله في المستشفى. طبعا لكل مكان فارس ومع فارس الميدان والأخ إبراهيم جورة حيث أنه قائد المسيرة مدير مكتب إفريقيا الإغاثة. إن شاء الله تعالى وما بعرف شرح بدن وما بعرف إن بدن بندى كان يدي محايا هيدا تي في ياش وان كوال هذا الله كشرحنا وحج رودن مشروعا سدو أها يسدو كوي ميد هلكن وان أسو وحويان حركة حراني ميلا بدن من الله سومرني سرسو تكوبين إنه سو تكوبين لا يوحوا نقوى صور إن شاء الله تعالى مركي الدولة السومالي لأن لقرب جوكستي إن المشروع هلكن كانوا ومشروع لوغا بانا سومالي وحوي سوماليا ومقدشي لو جيدي oo boosaaso loo jiiday oo anaga kuna khasab kaga soo dhignay inaan keenno halkan ilaahayna uu nagu guuleystay inaan halkan keenno aan markaan keenay alxamdulillaah dadku mayna filaynin mashruuc sidan oo kala Somaliland ina laga fil laga sameyn karo dad badan waxay dagaal nagu la galeen ma Somaliland baad yaa tihiin inku mise waxa tiin urur khayriya ma waxa weeyaan goonistaaga Somaliland baad yaa yaa weeyaan taageersantiin dagaal badan bala nagu soo qaaday laakiin waxa ku guuleysanay alxamdulillaah inaa mashruuc halka soo dejinay waxaan u maleynayaa dad badan kama qarsoono mashruucan halkan laga sameeyay wuxuu indha u noqday dad fara badan oo dibadda ay naga joog 25 milyan dollar dadka wadanka galiyay ururkan baa kamida marka laga bilaabo mujamacaad arkaysan ee ragu ku jiraan iyo kuwa gabdhaha iyo beerta iyo dhaqtarka dadka ka shaqeeya imika marka boorama iyo hargeysa la isku daray waa 600 oo qof baa ka shaqeeya aqoonta ku jirta oo ni sheegay ciir waa xawayaan 400 wax yar baa ka dhimaa 400 konta wali ma gaarin waxaan ku jirta dadka kaleena waxa loogu tala galay mashruucan wad ogtiin intina badan waxayna soo martay heeda fara badan heedaha ay waxay sameeyaan inta badan mashruuc bay bilaabaan markay bilaabaan waxay yiraahdeen budgetki loogu tala galay naga go'ay nimankan waxay ka fikireen maskax dheer waxay yiraahdeen war mashruucan hadaan maanta saa qurux badan dhisno inuu mashruuca meel iska taagin waa inaan loo sameeyo ila dhaqaale oo wadanka ka soo baxa oo lagu fangareeyo agoonta meesha ku jirta inay mar la istaagin waxay ka baqeen 1990 markii lagu soo duulay Kuwait mashaariic sidan oo kale ku lahaayeen Aasiya iyo Afriqiya meelo badan baa istaagay waxay yiraahdeen marka inay meesha istaagin mar labaad hadii Kuwait maanta lagu soo duulo oo Iraan ku soo duusho ama ta Suuriya الله سهلو يا عراقي وحا كدعي هدي كدعضو إنو مشروع عيستاق نصير صعودو هدف كيه واتا ساد دراد دوحا نصميني نختار كا انترناشنال هسبتال داركتين بير تاس او داركتين وحا كصوب حاي دمان تود ووحا كصوب غلايا اغون تكود كيه دي بغصو نقوني انتا وحا دير مشروع عن مركان سمينيني وحا ندوني انا مشاريع كلا سمينو لكن دادك وحا يدان وار مشاريع محان سمينا جبوتي مان كصوب شاقيني labaatan sano sidii jabuuti oo kalaan ka dhignay jabuuti sanadkii dhaweeyd bay soo gaadhay 160
إن إسبحصو أي بريدة كيارات مركا تاسع الحمد لله إنك كنا رجينا إن سومالي لنا إن هالكا قاعدو وذلك يسينو دكتور قصو دكتور كني شيء جاي كوما أكون لعكتها هالكا كصوب بحدا يا عون تلاقو تلاقى لنا لقو 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 قديو أما كود كي كصوب كش هالكا كوما أكو وحنقو تلاقى لنا إن تولك استو سومالي لنا كتجنو أن وحوي كصوب قبنا مشاريع ضيض وحكول بنا إن إسبالان سماينو سومالي لنا ودن ماها هرجيس يبور ما ماها وحويان دمانتيد وحويان إنن قبل كستا يو تولى كستا إنن تجنو أنجرسين عافمات أنجرسين وح برشلا لبي إيو أفرتن وضن أيه هادو كشقيسا لبي إيو أفرتن كي وضن وضن كلي كو قول استمانت بيرن الله سمي وسومالي لان ولله الحمد تاسنا وددال عن سميني عن آد أوت أنو سميني مركا تكالي وحن انت بدن كو ددالنا حفيزكو وحفيز أفريكا أو دنك الشقية يا آسيا يا عرب أو دنك الشقية حفيز كهرجيزة صدق هي أضع كله هي هل كان براش وفرتان ميلك كله هي دقيه المها هرجيزة على جم معمولة وحن هوسي ماده حفيز كان أنا وهن ملح كاي هوسي ماده سومالي لان أو يبور ما كميت هاي بوت لان سومالي ومقدشة يا كلن كشنات إنت هذا هوسي ماده وحن هل كان سمعنا لكن إن حوج صارنو أبود يا قروح ضا فربنا يا جرجارك يا سجربتاج سومالي لان إن واحد بدن فلينا هلكن وحنو ملاينا يا ضد بدن وأجيه مركو مدحوينو تجاي أنا كويت تجاي ضد كي وحن كل دير وسيردي تجاي بركود إن أنا ورد حلا كل ما حفز كي الحمد لله مدحوينها يوفتي لصع ولا كل من وحي كوجو ليستن إن الرسالة دي يا ورقة دي مساج كينا جارسيان أو مهندقين الجارسيان وحرمركين الجارسيان ماشاء الله إنه واحد بدنا نكعد صدين ويحب بدنا إن شاء الله تعالى وصو صعدة وحنرجينا إن شاء الله تعالى إن بدنا وحن لهين وار ما لها وادير جابين يسيني هل كي واحد كير سيهين مركا ويح بس ماهين لكن أنت إن شاء الله تعالى وحن كده دالين إن المشاريع ده آدوا في أوب البلارينو سنة كلامك وحن نوع قلادين إن بورو ما بيرك سماينو دكتور كي أو واحد وين إنترناشونال هوسبيتال إن بورو متكفرنو إن بيرتي كسماينو فرسماي قاعد تكسماينو إن شاء الله وحن تجنو كلا برعه أن دراسة كوسو سماينه أن صو أجنعي أن كتجنعي سيارة أفر العطن ساعة قاطون ملك ست تجنو ضد كلا كلاني باهيدا هن أرجني كجرتها سادرة ده يدنا سنة كان إن شاء الله تعالى صو صعدة أي برنامج كنا وجرتها دولا هيدا وحن نوجرت لاس عنات وحن نوجرت إن صدا أوسس عنن قبل كست أو سومالي لان كمدا إن كتجنو مشروع مشاريع لنا لمدا هدول كينا كده إن شاء الله تعالى مركا أت بعد ما تنتين ونوصل دويننا مرلبات يا مرصد حادبة وحن سجارة حفلة دن وقوم هذنا قيا قدوميها ان waxa weeyaan xafiiska samafalka oo ah had iyo jeer tan garab joogta gaabin iyo sokey marna lahayn had iyo jeer xaq hore ah iyo wasiirada wasiirka waqafta isagana oo isaguna ah wasiirada xooga abdirahman protocol naam dadka fast the fast had iyo jeer wala shaqeyn xaq hay'ada xaq wax barashada de wasiirki ba jooga oo isaguna inta badan ee waxa weyn garab jooga corona ma hajaran hay'an فضلاً، ومركز ذاتك نقصه ذاتك حوجة نقصه قلة، سو أرضا ينوي بدي، مركز تاني نجرب جوجا، مركز دمنتود، ويني ولا مهندق يا عطاني فينكم مدحتويده دمنتود أدب، مدين مسوق هذا كراي وسير بدن بجوجا، لكن وحن الله أدب نجرب جوجتين، جرب جوجا هنجرب جوجتان وح بدن بوتري، سنة كان جديه سا، إمي كان كوجنا بشيس طبنات، كوب يلا باتم وفتي بعي بدي. أو كويت يا قطر يا سعودية يا بحرية كصعدة. دم أنت وحي أركان سومالي لان وناجا كجيرة عفمات كجيرة نبغي جديدة كجيرة. دم أنت ويسوي دي وحنا يران ورجع قارقود وحي دهيم بقى. سومالي لان وحن ربها نوحن وهر لهم بهذي. جيبوتي وكان لبيد متيدنا. لأنه جيبوتي وحي أركان كرايل كي يدل بيسو أركان. هل كان مركي مادم الجديدين أجا قروح ده أجاهم بليين. بيري مركان جينا وحوي نكسة وحقولي الحمد لله تنو كلا نمسهم بري. مركز سومالي لان وحن قادني شرفتي وانا اكسليد وقرح بطنيد ايان كاهي سنة حفيز كي كويت ان شاء الله تعالى كل كي تيمادو مدحة سراء اي او تيمادو ماشا وقوه سيسو اقوانتا شرفت هالكاسي كتمادا هالكاسو الهيني نوغا قرقاريا خير كنا كو قارينا ومدهو كي وقوه سي اقوانكي ساو مدحوينك حيانك وقرا فريسا لسكو قرا فريستو ummad kasta way guuleysanaysa meeshii doonayna way gaarisa marka aad baan inoo mahadnaqaya siyaaradan aad wanaagsan aad ka wanaagsan aad noogu timaadeen aad qaybaha oo dhan ku soo martaan suudu inuu balan qaad doktorkuna insha Allah waxaan doonaynaa duulahayda inaan la tago qaybta caafimaadkana dhaqtarka la soo eego
إن شاء الله تعالى مدحونا كحي وحن كعصرنا بشه طبنا صدق كي إن شاء الله تعالى دكتور كبير من نفرت هدول هاي راهو وانترناشنال هوسبيتال وإن شاء الله البلارية قلب بدن الله كيانه صدق إيش هاي إسكان سيتي إسكان كي والله كيانه وحن دونينا إن ما ترتن وسارة عافمات كان لا ترتمينه وحن دونينا إن قرب جوكسن وسارة عافمات كون مطانا نقنو أنو ولا شقينه مركا إنو كنا نقول قرب بشين أدب ما سنتين دولة الصومال لأن مدحوينها إلى مش هو صي صور دمانتين أدب إني وما نقينا وأنا سلامنا وما سنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمين محمود ديري أيام متقنسين دونا وسير عداني وسير عبد الله دينتي وقافتة وسير كريمة جودها مدحوينك حقيقة نوين نص حير دونا آمين خليه تفضل مثل مدحوين aniga xukuumada ka tirsan si gaar ah sharaf bay noogu tahay maanta inaad soo booqato adiga iyo waftiga guud ee wasiirada sare ah ee xaruntan Kuwait aad iyo aad baan hay'adan uga mahadnaqaya sida kulli Ibraahim ka soo sheekeyay anigu waxaan ahaa waftigi ugu horeeyay ee Djibouti u tagay anaga iyo Ibraahim guura iyo si ay tan oo kale nooga dhisan markaan Djibouti aragnay iyadoo ka dhisan ay naga aqbaleen inagu yiraahdo dib madaxweynaynu ogolaado waan idin sameeyna isla maalintan soo noqonay madaxweynaha aan codsigi u keenay isla goobta anagu madaxweynu taagan oo nagu yiri waliba dan guud hal la siiyo dantii guud bay iyagu diideen yiraahdeen maadaama Soomaaliland ay tahay dal imka soo kobcaya waxaanu jecelay inaan maalgelin ugu sameyno oo ka iibsano sidaasan goobtan maalinta aanu dhagax dhigi halkan looga iibiyay oo loogu bilaabay guud ahaan horta hay'adan waa hay'ad xukuumiya oo xukuumadda hoos timaada gaar ahaan xafiiska samafalka hoos timaada waxaan u sameynaa hadiyad jeeraale wixii ashuur dhaaf ah ee dalka soo galaya qalabka aragtaan dhismaha aragtaan wax aliyaala wixii u yimaada ashuur dhaaf xukuumadda u sameysa aad iyo aad baan xukuumadda uga mahadnaqayaa waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa oo si gaar ah halka naga shaqeeya wasiirka diinta iyo qafta Sheikh Khalil oo hadiyad jeeraale isna ah dadka garab taagan in wasiirka waxbarashada si gaar ah u qusaysa maadaama ay meeshu waxbarasho tahay wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga oo runtii laantood aan la shaqeyn karin oo uga mahadnaqay Cabdullaahi Fadal goor kasta iyo goob kasta oo taaganahay hadii jeeraal ciidanka nala garab taagan oo halkan aanay runtii wasaaradda arrimaha gudaha iyo Cabdullaahi Fadal laantood aanay socoteen aad iyo aad baan dhamaan xukuumadda uga mahadnaqaya waxaanan arkaysaa sida aad aragtaan waa mujtamac weyn oo inta ay idin sheegeen in ka badan inta Soomaaliland darka ee ka shaqeysa shaqo abuurka ayaa ka badan waxayna taraan wax soo saarka beeraha wad arkaysan qalbka imka dhalinyaradeenii baa lagu tababaray suuqa lagu iibiyaa way ka iib badan yihiin kuweenan furniture ka suuq yaala iyaga ka iib badan oo aad iyo aad iibkoodu uga badan marka waxa ay wax ka badan bay sameeyaan in tan oo kale insha Allah aanu ku codsanay in magaalada madaxda labaad ee burca ka dhisan takalana ay insha Allah ka dhistoonaan laas caanood hadii Allah ka dhigo oo gobolada barina inta dambe aanu insha Allah xaga dambe la marin doono maadaama caasimada ay ku soo horeeyeen marka waxaanu leenahay wax qabadkaas madaxweyne waan kugu soo dhaweyna sharaf bay noo tahay xukuumad la'aan hadaan xukuumadu garab qaban ama aanay nabadgelyadu jirin waxa sameey jireen marka aad iyo aad baan uga mahadnaqayaa sida wanaagsan ee qiimaha leh waxaanu jecelahay inaan mar walba soo booqataan oo meeshuna idin furan tahay waxa iyo wax ka badanna dhaqtarkana waa dhaqtar lagu daweeyo wixii dabadaha lagu qaban jiray waa ka madaxweynaha iyo wasiirada caasimada waa arki doontaan insha Allah aad iyo aad baan xukuumadda si gaar ah ugu mahadnaqayaa si gaar ah waxaan ugu mahadnaqayaa Dr. Cabdul Caliim وعيد وإبراهيم وكل ما من كودو دان إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وحويان ساد أركستان دي حرم تاني وحرم اسكو جير تنو عيب بدن وحقي وحصو ساركا يدين عيو وحبرشادة إيا فرسامادة با كوبيسة فرسامادة قبلها يتسو أركتان فرسامادة كلا مقران صحيح ويلش عيال كان كوبراني ونوعي كلا دوبان لي إيا وحبرشادة عادية هايد با way ka socotaa xarunta ballaaran ee wax soo saar kale waxaan u baahanahay maanta inagu farsamooyinka gacanta weeyaan aan u baahanahay baayada u qabnaa waxaan codsanaynaa in la ballaariyo farsamooyinka gacanta maxaa yeelay dee waxa weeyaan waxaan u baahanahay way idinka arkayay inamada shaqo ma waayo inagu hadduu farsamo barto ma waayo لكن لوحي كلام وابي ويسك بطين آد با برنامج كا أتكشي كين السينات قبل هذا كوفي دينا سانا آد با نسو دويننا
عبر الشاهن ونكود الصعود نوضياش هي لحد يلا سياسة دو عبر الشدة يمنسك عبر الشدة ويعروت وحلوه يدو عروتين قلنا شلي كود هذا الدور هاد كود هاد السودانيين وري معروض جاليات سودان هل كنت جن جاليات سوداني مي هل كنت جن تاي ودمنج السودان ودي قسم يبقى هو جاليات ده هذا جاليات سوداني نيت جن تاي منج السودان ودي لكن أنا أقول عروت هذي وين عروت هذا ودم دين ده تبلغ بعد جاليات نقطي سودانا مركب جديد يبقى هو إذا استهبها هي نورك توحي إن سياسة وحبر الشو يمنج السكون مدة أروت خصوصا بحد وين؟ هديك لو حكينا نقرصة تد أراك الدوام وطا وفي السفدك الدوام وطا ودناك الدوام وطا هي نص بحية. مركز سعي نؤمن دينه مسجح دينا هي نطاع وانكوز صعنا أول المركب الرئيسي هو هو أي إنبرار أحمد هي أنا موقع بلسن سجى مركب النحيرية مركب وانو إسقابلنا وانو هشيني متوافق arimaha wax barashada waan ku wada soconaa waan diiri gelinaynaa in badanna halkan casuumada noogu sameeyeen iyo marti qaadiyo waan niman aad iyo aad u midkara oo hawlaha socdana ee dalka ka socdana aad ula socdo weeyaan iyo waayaha dalka waan saa ay sheegeen mustaqbalka dambe ayay ka fikirayaan sidii hawshaasi u sii joogto bilahayd waa loo dhigaa adduunkan imika ama la taraga soo baxo أم ببيرة كسبها، أم بفرسما كسبها، أنت شارة تجاس سعته، لعثة ولا أورويا، لعثة صار لغوت الدون هدو، ساسن الله سعنا، مدن مده ويني، وحن كوجسود دويني يا، هل كان قابتن، إن الكلمة دي مناسبة دا، كوه بونيد، يدي زيجرين لحيدي، يا عرق سد وحين لك ولا نيبا، أتكتر هذا، مدن كسود ومدن. تيدنا محمد وعلى الله وصحبه وسلم. مدن يالي مروين لمان مرتشاب ساقس كوتي من السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب هرونتي ما انت واحد لما انت انو فرحضة انان اينو سوكر ميرنو اما اينو عرقنو مريه هيدني قرن افريقيا او يمعاونا دي كتب دي دلك كويد بقر كويد يا شعب كويد waxtarkii iyo maartay hormarka gaadheen aragno aad iyo aad bay dhamaantiin farxad noo tahay runtii waan runtii u mahadnaqay markii hore boqor kuweed iyo shacabka kuweed iyo hay'adda gaar ahaan ee Soomaarta la soo mariyay macaawinadani oo dhamaantood runtii dadaal weyn weyn ama mashruuc aad u qiimo badan ama maalgelin aad u qiimo badan dalka galiyay iyadoo dalka kuweed ku koobnayn kaliya tan maanta mashaariic waaweyn ee Soomaaliland laga fuliyay runtii ay ka timid ay Kuweyt sida mashaariic lagu lacagta lagu maalgeliyay airport-da Soomaaliland ee Hargeysa Berbera ee tan maanta aan u fadhino runtii oo ah arinta ugu qiimo badan oo waxyaabaha wax ka taray waxyaabaha baahiyaadkeena aasaasiga haday aqoon tahay iyo haday waxbarashada tahay iyo haday arrimo farsamo tahay iyo haday caafimaad tahay runtii waxaan aad iyo aad mar labaad iyo mar saddexaad u mahadnaqaynaa dowladda Kuweyt iyo dadkeeda iyo hay'adaha maarta ku shaqule ee khayriyaadka keenay macaawinta leeg runtii ee muuqata oo runtii anagu muddada meesha aan nimidnaan ku si wanaagsan u dhiirigelinay si fiican u soo dhaweynay maanta medalkeedina runtii arkayna runtii inuu maanta muuqato si wanaagsan u muuqato waxaan rajaynaynaa saad sheegteen inaad ballaadhisaan oo gobolka kale Soomaaliland aad gaarsiisan oo meel walba gobolka saa ku yeelataan iyadoo kana tahay xaruntii guud ee tahay goboladana ku yeelataan maateen laamad ku yeelataan aad iyo aad baan rajaynaynaa waan ku faraxsanahay mar dadka tiraahdeen waan wadaynaa maarte sanadka dambe burca ku xigta wixii dambe gobolka kale saa loo wadaya aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay wax kale runtii aad ugu amaanaynaa dhammaan shaqaalaha ka jooga maamulaha guud maamulaha maarte iskuulka maamulaha caafimaadka runtii sida hagaalaanta ah ee uga shaqeeyaan hawshan uga shaqeeyaan annagu ka dowlad ahaan waxa arabtaada laa shukru cala waajib annagu dowladdii baan nahay inaan maarte soo dhaweyno oona kii amniga qaabilsan kii samafal qaabilsan kii waxbarasho qaabilsan maadaama
وحلا نوكيني أو مارتي نقال نوكيني أو مارتي هرمان نوكيني سود وينا وواجبنا وصلنا ما تيانو بدحويني لايو كهوسيا مركز كوم هادنا قوين تاسيس كوم هادنا قوين أنو البيحي كيسك صبحو أو تذكي نو يمدي وحنا تاريا إنا سود وينا دين إنا وحنا تاريا إنا عروتنا حلا باريا تاسوا عنا قوتي واجب مقدسة هادي تنتهيو هادي مشاريع الكلام مارتي ولكن أنا أقول لك أن 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 عالم الإسلام لك أن أنا أقول لك أن مشاريع أقول لك أن أنا 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 يعني رنتي إمارات كقولي سواح بضم بقى نوقفتي سعودي بكسوجنا قدر بكسوجنا إن لكن سدات كورونا يا سدات إن مملها جديري مش مال هذا اعترافتين اعتراف مش اعتراف هو هالكسوجيا لا أفضل كان أمضنا يجا جوان كان قاتين أمض قرن أول بجريها إمك هدي بوصل نقدان لكن سحويين والله الله يجا دولة إسلام كا حق ما نقول إن هاي وحيسينا يعني إن راعي الصوماليات أنا جاي نسير حق ونقول أنا دبضت الله بضل السمن أو ولا له هذا يعني هاي ما كا أردت السياسة معها وهي هرمرة السياسة ما قالوا أردت نوع برنامج هرمرة مثل إن اللي نقوله نجيبه أعمال إنه عن طول هذا وقت مرت إن سومالا بعد مرت هرمرة سين هرمرة هو حبيبه وابد إن كوا دحيه وما ده إسلام كا ما كا ونقول السمن هاي دولة عربية هي دولة إسلام كا ما إن هرمرة كإنه قيبيان إنه هرمريان ويدت كان ciid ahsan ay maanta ka dhaqaalay ka gacan sareeyaan inuu wax taraan waan uga sameeynaa taasi taana cidnooga martay gaban mayno igoo cidnoodii hor ugu cidnooga gaban maysiin meeshaad ka shaqeynaysiin xurbootiin anagu la si gaar ah niso dhaweyna waa waxana maanta taas uura galiyena amniga Soomaaliland ka jira maanta suura galiyay in martay mashruuc inta leegi iyo mashruuc la midka dalka in ka fulan magama dareen Soomaaliland wax la guud ahaan hala soo dhaweeyo waa een waa maalgelintu way soo socotaa جانب خدوي هاي إسلام يقال عد كستما صحيح بدينا إن مرتين نقرش قينا هرمك أدبو فربديهن وحنا ما درس ما وباقيين يسولو ويان هرمك ها قام فرنك يسولو ويان هذا لذا دعايات كيا رخيص كعلى قبحه ودهنا وحلاهي واحد مدبريها إن نقول فربان تاي وحلا رقب يا لذا يا هذا لذا هلا هين إن لقيت دايو ميريها يوم مرتين صعف ذا قبيا دل قيت دايو إن وحنا حسب يدوس ما يصيرني إن خجوم معرنا قبيا لذا ونسكو رعنو مبادية يا أفكار سكو رعنو شعب كريسو مادو حلاه واحد كو ترتمع سانا اما واحد كو كلا دوران سانا عدي وحيدين قبطي عدي وحيد طريسا يا عدي يلي صوبان نكتب برنامج ان عقلي قلا اوه كامان تحكومة دخول مية دكو كو وانا يسنبا وضنا عدي يلي صوبان نكتا واحد كو دوران كرتان لكي سوحي وحينو قبيادة نغان نقضو يا يوتا نغان نقضو يا عيتا نغان نقضو وبحنين وحنو بان هاي انو سحر على ترتنو ترتن حلال انو قلنا دورشين وديار بينو نهي doorashada martida insha Allah waxaanu waxna waqti kooban weeyaan hadii aan la ilaado hadii wax force majeure aan idhin en sa madame doodayna xaaladaha waqtiga inay naga gasho en khalkhal siiniga la siyaasada ama amnigeenu martayn inaga khalkhal galo ma diyaar u mahdin ka dowladahan anagu waxaan idin sheegaynaa gacan bir ku qabna amniga oo cidna laga yeelin in amniga maanta haysano dawladda reer Soomaali haysato in khalkhal la galiyo cidna ka yeelmeeno ولا كنت بدل ما لقي يلين ولا كنت دولك جديا كتشوكا يا لقي يلين صوت أمنه وشيء هو بيبسن ما أنت عنو كنا الله هاي إنه هرمر كايو مرت عن قرطها مرت عن كاي صنو ما أنت إيم بدل ولا لين إن لا قبين تقولها تشاركينه إنه هاي نور تويان أدي أتبدل ما ستين مرة بعد ما استعنوا حنو ما هنقيا ولا لين ما أنت صوب وقرني هوا شفي عن يشقده ولا يسن يا لكايان أدي أتبدل ما هنقنا مرة بعد يمسح على السلام عليكم We'll be right back.